السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: صواريخ إيران تفضح حكومة بغداد وأحزابها العميلة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الآن عراق شده مثل یه استان ما. شما نگاه کنید، چند روز دیگه مردم میرن راهپیمایی اربعین. میبینید نماد جمهوری اسلامی توی عراق از ایران بیشتره. خداوندی که بچه‌ها اینجور مخلصانه جنگیدن، اینجور عراق رو تنبیه کرد و کشور عراق رو کرد یه استان ایران. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شهد هذا الأسبوع إطلاق الحرس الثوري الإيراني 12 صاروخا باليستيا على محافظة أربيل شمال العراق، تسببت بوقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين، كما أيضا أصاب القصف قناة 24 الكردية، حيث ادعت إيران أن القصف كان يستهدف مقرا للموساد الإسرائيلي. لكن الصور والمقاطع المصورة وزيارة الكاظمي وتوثيقه مكان الحادث والرد الكردي كلها نفت الادعاءات الإيرانية وأثبتت أن الأهداف كانت مدنية. القصف الإيراني كان بذريعة الانتقام لعناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا قد قتلوا في غارة صهيونية في سوريا. لكن الرد الإيراني حدث في العراق، رغم قرب القوات الإيرانية من الأراضي المحتلة وقرب دولة إسرائيل المزعومة من الصواريخ الإيرانية، إلا أن إيران ترد في العراق غير مكترثة بالقوانين الدولية والأعراف، ومستندة على ضعف حكومة بغداد وعمالة أحزابها التي يدين معظمها بالولاء لإيران. امتد الموضوع إلى صمت جميع الأحزاب ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي الذين يحكمون العراق والذين شكلوا الحكومات السابقة، صمتوا عن الإدانة في الأقل عن الضربة الإيرانية. المصيبة أن بعضهم ذهب ليبرر القصف الإيراني. الرد العراقي كان عن طريق استدعاء السفير الإيراني إيرج مسجدي وتسليمه مذكرة احتجاج. السفير الإيراني ما لبث أن خرج إلى وسائل الإعلام بعدها ليعلن بكل وقاحة أن إيران ستكرر ما فعلت إن لم يقم العراق بالتحقيق في مزاعم وجود مقرات للكيان الصهيوني في أربيل. هذه التهديدات تكررت اليوم مشاهدينا الكرام، ونحن نتحدث اليوم تكررت تهديدات جديدة من قبل الحرس الثوري الإيراني، إذ قال رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني لتلفزيون المسيرة: في حال لم يتحرك المسؤولون العراقيون لإزالة ما قال إنها باقي المقرات الإسرائيلية في شمال العراق وتم استهداف أمن إيران منها فسنرد دون تردد. اعتبر رمضان شريف أن من حق بلاده الطبيعي تدمير المقر الذي ينطلق منه اعتداء على الأمن الإيراني، واصفا الأمر بالخط الأحمر، ومكررا تهديده مرة أخرى للعراق وغير مكترث بما فعلت إيران من انتهاكات قبل أيام بسيطة من هذا التهديد. إذن هل تنظر إيران إلى من يحكمون العراق على أساس أنهم دولة أو حكومة يعترف بها، أم أنها تنظر إليهم مجموعة من الأدوات والخدم؟ ومن حقي أنا كما قال مسؤول المدفعية في الحرس الثوري الإيراني قبل قليل أنها تنظر إلى العراق أنه محافظة من المحافظات الإيرانية. هل هذه نظرة أو تعامل الكفؤ أو تعامل دولة لدولة، أم أنه تعامل دولة مع أتباع، دولة مع محافظة، دولة مع ذيول كما يصفهم العراقيون؟ مشاهدينا الكرام، نطرح السؤال الذي طرح قبل أيام منذ بدء الهجمة ويتكرر في هذا الأسبوع الذي نلخص فيه المشهد بشكل عام: هل هؤلاء الذين يحكمون العراق يستطيعون الرد على إيران وانتهاكاتها؟ ماذا لو
دخلت إيران بجيشها بشكل رسمي وقررت أن تسيطر على العراق، من الذي سيمنعها من هؤلاء؟ هل هذه الفصائل والميليشيات التي تدعي المقاومة وحماية العرض والبلد التي صمتت عن القصف الإيراني، هل ستقف أمام إيران لحماية العراقيين؟ لماذا لم تتحرك بل لم تصرح أقل تقدير بعد أن ضربت إيران وانتهكت حدود الآخرين وانتهكت سيادة العراق واعتدت على بلد جار؟ لماذا لم تتحرك هذه الدول لتردع إيران وترد على هذا الخطر الإيراني المحتمل أيضا في المستقبل طالما إيران لا تزال تهدد؟ لماذا هذه الميليشيات التي صدعت رؤوس العراقيين بحمايتها كما تدعي للأعراض وللأرض وللتراب وللحدود ودحرها لخطر الإرهاب وداعش وغيرها، لماذا لم تتحرك الآن بعد أن قصفت إيران بصواريخ باليستية استهدفت المدنيين، استهدفت الآمنين، استهدفت بيوت الناس وممتلكات ومحطة فضائية وغيرها؟ لماذا لم ترد على إيران بل حتى لم تصرح؟ قيس الخزعلي، ادخلوا على تويتر الخاص بقيس الخزعلي راح تشوفون تغريدات تنقض سم وطائفية، لكن لم يذكر إيران بتغريدة واحدة، خاصة بعد الهجوم الذي قامت به إيران والحرس الثوري على العراق. نور المالكي كذلك، هادي العامري، عمار الحكيم، كل هذه الأحزاب التي ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي لم تحرك، بل بعضها أصلا برر القصف الإيراني، وبعضها أصلا قبل أن تصرح إيران باعترافها أن هذا القصف أو تتبنى هذا القصف وجهت الاتهامات إلى الكيان الصهيوني وإلى تركيا. هذه الأحزاب قبل أن تعترف إيران بأنها هي التي قصفت اتهمت تركيا وإسرائيل، وبعدها إيران خرجت تقول إحنا قصفنا أربيل لوجود مقرات للموساد أو ما يعرف بالموساد الإسرائيلي. إذا المشاهدين الكرام، هل العراق المواطن العراقي آمن في ظل عدم وجود حكومة تدافع عنه، وفي ظل وجود هذه الدول التي تدخل وتضرب وتفعل ما تريد ولا يوجد من يردع؟ معنا اتصال السيد محمد من بغداد، تفضل. محمد من بغداد، ألو، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذ محمد ولقناة الرافدين البطلة المحترمة. حياك الله، حياك الله يا محمد. إيران من قصفة، يعني هم على حسب تعبيرهم يقولوا قاعدة، قاعدة مال إسرائيل أو بالبرميل أو ما أدري شنو، يعني هي حكومة أربيل تقول أنا ما عندي قواعد إسرائيليين أو ما عندي مقرات الإسرائيلي. طيب، بس إذا 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 تنظر للصورة الصحيحة الحقيقية، الإكراد هم نفسهم يقول لك إحنا أكو إسرائيليين قواعد عندهم بأربيل وباستيمان. منو قال؟ هاي واحدة. الإكراد هم أخذ بعض الإكراد، يعني حسب ما سنت أتصل بهم قديم، يعني ناس إحنا عارفهم، يعني من هم ذولا بعض الإكراد؟ مسؤولين، يعني مسؤولين بالمسؤولين بالمحافظات، يعني بعض الإكراد. زين، اللي يجي إيران من ضربت تضرب القواعد بأربيل، نعم، هي شنو عندها غاية من هذا الشيء؟ يعني ضربت، يقول لك إحنا ضربنا ضربة الصواريخ، يقول لك وقعت على بيوت ناس عاديين. أي زين، الحكومة العراقية مترددة بهذا الموضوع، ما تريد تكسب، ما تريد تفضحهم، ما تريد تقول لك يعني ذولا عندهم قواعد إسرائيلية. هذا الكلام، هذا الكلام أنت منين تجيبه؟ وذا وذا نقول لحظة 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 لحظة، لا تقول شيء، بس اصبر لي، اصبر لي، اصبر لي. محمد، محمد تسمعني؟ تسمعني يا محمد؟ إسرائيل ضربت إيران. محمد تسمعني؟ إسرائيل محمد، محمد يا محمد تسمعني؟ يعني الحكومة ليش يعني ملتزمة الصمت؟ الإيران الإكراد، أي الإكراد دي يسمينا ملتزمين، مدى يحتون الواقع الحقيقي، دي يتهربون، مدى يقولون أكو عندنا مثلا عندنا مقرات إسرائيلية ومقرات ما أدري شنو. فهي ما أعرف شو هي، أكو لغز بالموضوع. طيب هسه ماشي ماشي، هسه أنت تسمعني؟ الصوت ناطي طار. محمد، محمد تسمعني؟ والله ده صيح، والله العظيم ده صيح، تسمعني؟ لا لا اي ده سمعك. تمام تمام، انت مين جبت، مين جبت تاكيدك انه اكو مقرات والحكومه دا تتستر عليها؟ مين جبت هاي المعلومه؟
والله كوكرات اذا تسمح لي احكي لك. اي كوكرات يفتون. انا حتى ذاك اليوم خابرني ولد من محمد، بس لحظه محمد عفوا، ترى انا هم خابرني ولد البارحه قال لي الاحزاب هاي والحشد بايقين مليار دولار اول البارحه. اكو ناس تخابرني هم تقول لي، انا كل من يخابرني اصدقه. مصدرك شنو للخبر؟ الصوت انا مو واضح ما تسمع الصوت. طيب انا عندي سؤال، عندي سؤال تسمعني هسه؟ اتمنى تسمعني. طبعا اكو هي اسرائيليه متوخره بالعراق عادي موجودين، مو بس بربيل بالسليمانيه، حتى ببغداد وكل مكان موجودين. تمام، يعني بصف الايرانيين يشتغلون، يعني يشتغلون ويا الايرانيين سويا، يعني اليهود موجودين عادي، يعني يشتغلون ويا الايرانيين سويا ببغداد. مو شنو ايران تضرب مقرات شنو ما اعرف يعني. طيب عموما انا يعني ما اعرف انت ليش ما تسمعني. ما ماشي يعني محمد، محمد بس اتمنى لو شويه تسمعني، لو شويه تهدى. بس مصطفى الكاظمي ذهب الى اربيل، التقى بالناس اللي ضرروا من القصف، نزل المكتب الاعلامي لمصطفى الكاظمي بيان شرح به تفاصيل الزياره، قال الكاظمي ذهب الى بيوت مدنيين واطلع على حجم الاضرار التي اصابت بيوت المدنيين والتقى بالعوائل المتضررة وشرحوا للناس الوضع والضرر اللي أصابهم. وأرجو من حضراتكم الآن بعد شوية طبعا حنعرض لكم صور ومشاهد ولقطات الأضرار التي أصابت منشآت مدنية. هذا الكلام كله وبالصوت والصورة ما مصدقه أنت؟ وأنا أقول لك يجوز هذا تبدلت الآن الناس، يعني تبدلت البيئة مثلاً، يعني غيروا الناس اللي بيها. غيروا الناس. طيب انا عندي سؤال، ماشي بما انه غيروا الناس عندي سؤال، عندي سؤال يا محمد. اذا الدوله اذا فرضا ماشي، اذا فرضا انه اربيل بيها مقرات للموساد، ايران تستخدم هذا الاسلوب الهمجي، اسلوب العصابات واعلان او شبه اعلان حاله حرب، لو تروح تبلغ الحكومه ببغداد تتبع الطرق الدبلوماسيه انه ترى أنتم تتحملون أي شيء يصير على أمننا القومي، وإذا انطلقت طلقة من بغداد إحنا حيكون لنا إجراءات ورد، وإحنا نحذركم أو نبلغكم أنه تجرون تحقيق بشأن وجود مقرات أو غيرها من هاي الأمور اللي إيران تدعي. مو المفروض هذا الأسلوب اللي يتبع بين دولتين؟ لو هذا الأسلوب مع العصابات وأسلوب أنه أنا اللي مسيطر عليك هو بس اللي تعرفه إيران، الإيران إيران تحتضن قيادات القاعدة وداعش بحسب تقارير حتحدث عنها بعد شوية، مو يحق للعراق بما أنه ذولة خطر يهدد العراق وأمن العراق، مو يحق اليوم للعراق أنه يقصف إيران، يقصف هاي المقرات الموجودة؟ ليش العراق ما اتبع هذا الأسلوب؟ ليش هاي الدول المحيطة بإيران ما استخدمت هذا الأسلوب مع أنه إيران بالتقارير الدولية تحتضن قيادات القاعدة وداعش؟ إيران إذا تيجي تتعامل ويا حكومة أي مثلاً، أي هي العراق تعترف بك حكومة على مت تطيع إنذار أو تطيع رسالة مثلاً، أحسن تهديد أو فتشية وتقول مثلاً احترموا أراضينا وهذا، نعم هي تعترف بالعراق كدولة هي على مت تأخذ رأيها أو تطيع رسالة أو تطيع فت إنذار أو فتشية. أنت مضايق، أنت مواطن عراقي مضايق، ما منقهر، ما تنقهر على بلدك. بس انا يعني اقول لك احنا كيفنا، احنا هذا العراق مالتنا. تمام حلو. بس انا اقول شنو اللي اقول شنو يعني اشمعنى اربيل هاي يقولون اكو يعني اكو ناس تعدي. انا هسه محرج بقيت حاير. اكو ناس يقول لك اكو قواعد اسرائيليه، اكو ناس يقول لك اكو قياديين اسرائيليين. ما اعرف يعني ما اعرف الحق. انت ما مقهور انه ايران ما معترفه بيك وبحكومتك وبدولتك؟ ما صابك الغضب انه تقول ايران ليش تعتدي؟ ليش ما سالت نفسك هاي الاحزاب والحكومه والميليشيات اللي يدعون الوطنيه ليش ما دافعوا عنك؟ من العراق يقولوا لا والله احنا نستنكر ولازم ما ادري شنو، هم الله لا ايران. تمام، هم بيديهم يمشوهم. اشكرك يا محمد من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك. موضوع وجود المقرات ومقرات الموساد والكيان الصهيوني، مثل ما قلت لك الكاميرات التي وثقت الأماكن
والتأكيدات والشهود والناس أكدوا أنه الصواريخ سقطت على المدنيين. لو إيران تجرؤ على ضرب مصالح الكيان الصهيوني لقصفت ما يعرف بدولة إسرائيل، وهي بيناتهم مجرد كيلومترات أو مئات الكيلومترات تفصلهم عن الجولان المحتلة وغيرها من مناطق والعمق الصهيوني. لو إيران تجرؤ عندها صواريخ تستخدمها ويا مقاتليها والمدفعية اللي موجودة بسوريا وتقصف الكيان الصهيوني. لو إيران تجرؤ، لو فعلا هناك مقرات وفعلا إيران تستهدف المقرات والقواعد الأمريكية والقنصليات الأمريكية لاحترقت إيران اليوم، لأنه هاي الدول ما تلعب، هاي الدول دا تسيطر على العالم، ما راح تقبل أنه إيران تضربها فعلا وتسبب لها أضرار وتهدد وجودها في أي مكان، إن كانت موجودة فعلا في أربيل أو إن لم تكن موجودة وإن كانت هذه مجرد ادعاءات وبلطجة إيرانية. المختصر، إيران لو كانت فعلا جادة وصادقة بضرب أمريكا والكيان الصهيوني لضربت وما استخدمت هذا الأسلوب، الأسلوب العصابات. لأنه حنجي بعد قليل عن تقارير كردية تؤكد أن الصواريخ التي استخدمت صواريخ ذكية وتستخدم في الحروب، وهذه الصواريخ الذكية مو فوضى، هو مو هاون مدى واسع أنه ممكن يصيب وممكن يخطئ، هذا صاروخ ذكي وصاروخ بعيد المدى المفروض موجه ويعرف وين يروح. عموما معنا أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، يعني كل عقلك أنت إيران عدل إسرائيل. والله ما تنخش بالدماغ يا أستاذ محمد. نعم. هذول أفلامهم يوميا يطلعون أفلام رعب. أستاذ محمد. نعم. الله يخليك. إسرائيل ما هديش ما يروح ما يوجهن صواريخهم على إسرائيل يضربوهم، إذا هم صدق يقولون إسرائيل أعدانا. بس عمي كذب يا أستاذ محمد، خلي يسمع الشعب العراقي. والله المقصود لا إسرائيل ولا غيره، المقصود تدمير الشعب العراقي يا أستاذ محمد. والأخ محمد هسه المتصل ما افتهمنا موضوع شنو هو، ما أدري هو ولا الإيران، ما أدري إسرائيل، والله ما افتهمنا يا أخي. على الريد اللي يتصل، الريد يكون عنده روح وطنية، يكون عنده ولاء الوطن، على وطنه يا أمي يا الناس، وهذا وطنكم هذا اللي عشتوا به، وهذا وطنكم يا معودين، اسمعوا يا عالم، كافعات كافعات يعني... سيد أبو عراق، السيد محمد اتصل يعني يتكلم بموضوع أنه ماشي إيران قصفت ما قصفت، لكن أنا يخابروني جماعة أكراد يقولوا لي إيه أكو مقرات. بصراحة أنا هذا يعني أنا بس أريد أفهم أنه المشكلة لدى البعض في العراق، عندهم مشكلة ويا الأكراد، تمام؟ ما أعرف هي مشكلة شنو نوعها، مشكلة عنصرية، مشكلة ما أعرف شنو طبيعة المشكلة ما بين بعض من العراقيين مع الأكراد. لكن الفكرة بالموضوع أنه القصد من الكلام أنه هو دي يقول أنه أكو ناس دي يخابروني ويقولوا لي إيه نعم أكو مقرات. إحنا أنا سألت بغض النظر عن هذا الموضوع، هل يحق لإيران أن تتصرف بهذه الطريقة؟ قال إيه، لأنه العراق ما بحكومة، العراق كل ذول اللي موجودين الأحزاب وكذا ولاهم لإيران، وإيران تباوع تقول لك هذا البلد مالتنا. فمن باب صاب الحقيقة بموضوع، من باب ثاني يعتمد على مصادر غير موثوقة، لكن القصد من هذا الكلام أنه إذا العراق اليوم ساحة مفتوحة بهاي الطريقة وما عندك حكومة تدافع عنك، وذول الولائيين الميليشيات والأحزاب الطائفية ذول مجرد عصابات تذبح العراقيين وتسرق أموالهم، ولما يتحين لحظة الجد مثل هاي اللحظات يسكتون ويصمتون وسلاحهم يوجه العراقيين، منو حيدافع عن العراقيين إذا قررت إيران وتتمادى والطب تأخذ قطعة من قاعنا؟ منو حيدافع عن هاي القاع؟ أستاذ محمد إذا سمعت لي، نعم، اللي دافع عنا مو حكومة، إحنا مو تحت حكومة، اللي دافع عنا الشعب العراقي الشريف الأصيل اللي ولاء العراقي. أما تنتظر هذول الحكومة يا أستاذ محمد، مو إيران صار لها من 2003، ولا تذكر وتذكر الحرب العراقية، ترى مو الحالة،
يا عم ترى ترى إيران مو تكره الشمال، تكره الشعب العراقي بأكمله، سنة وشيعة وكراد كل تكرههم كليتهم. فتجايين تدمير عمي، وذولا وذولا الميليشيات العصابات اللي تابعين لهم، هذولا هذولا مافيات يا أستاذ محمد. إحنا عتبنا عتبنا على الشعب العراقي، الشعب اللي غيرته على عراقه على وطنه على بلده. احنا الولاء ما لازم فيه. هذا باشر راح يكشف الزمان استاذ محمد. الوقت راح يكشف هذا. احنا عتبنا على شيوخ العشائر، وعتبنا على المراجع الدينيه، وعتبنا على الناس اللي عندهم غيره على وطنهم يا استاذ محمد. اما هذول الحسان اللي ولاهم لايران، هذول ما نشرح عليهم استاذ محمد. الانسان اللي ما عنده غيره على بلده كيف تحرم من عنده يا استاذ محمد؟ الله يخليك. شكرا يا ابو عراق، اشكرك من الفلوجه ابو عراق، شكرا جزيلا. خلونا بس نشوف مشاهدينا الكرام اللقطات للحظات القصف الاولى التي اصابت محافظه اربيل شمال العراق، وحنشوف معاكم ايضا تباعا المقاطع سيتم عرضها بالتتابع الاضرار التي لحقت بقناه 24 الكرديه، اللي قناه فضائيه مبينه، يعني ما راح تكون مقر للموساد مثل ما تقول ايران. خلينا نشوف. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. او حالي امشي مأمو هيرش كاسر قدسة مسوسان بداخل وزيانة شزور بربالة خاني تلفزيونة كاكوتوة كارمندان سلامتن سباز بخوا بس المقطع الأخير أريد بس أعطي تنويه بسيط. المقطع الأخير طبعا ما مرتبط بالأحداث أربيل، المقطع الأخير اللي شفتوه قبل شوي وحنشوفه هسه مرة ثانية ويا حضراتكم، السلاح الحكومي على من يرفع؟ شباب يتظاهرون للمطالبة بالحصول على حقهم في هذا البلد، التعيين، للمطالبة بالحصول على وظائف وفرص عمل ورواتبهم اللي الحكومة حرمتهم منها، وحقوقهم في هذا البلد المنهوب المسلوب الضايع في زمن هذه الحكومات. نشوف هاي القوات اللي ما ترفع سلاحها على الميليشيات، اللي ما ترفع سلاحها على من ينتهكون القانون، اللي ما رفعت سلاحها على إيران للدفاع عن العراقيين. تعالوا نشوف سلاحها على من يرفع. هذه طبعا انتم اكيد تعرفون انه التظاهرات وغيرها من الاحداث اللي شهدت رفع السلاح الحكومي بوجه المواطنين واستخدامه لقتلهم، مو بس لتخويفهم مثل هذا المشهد، لكن هذا مشهد جديد من المشاهد التي يعيشها المواطن العراقي عندما يخرج للمطالبه بحقه. هذا الشرطي اللي رافع عضلاته وسلاحه على المواطن الاعزل ما قدر يرفع سلاحه وعضلاته بوجه الميليشيات وتجار المخدرات ومن يسرقون البلد ومن يعتدون عن البلد على البلد، لا، قادر بس على المواطن الفقير. معنا سيد سعد من السعودية، تفضل يا سعد. السلام عليكم يا اخو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا اخو الله. محمد، وبارك الله في هذا القناة المبارك. انا عندي كم نقطة صغيرة بس ان شاء الله عشان نعرف هذول المغيبين. اكبر جناح للموساد
موجود في إيران، وأربع 124 معبد للإسرائيليين في إيران، وأكبر جماعة في الشرق الأوسط موجودة في إيران. نعم. وفي كلام ثاني برضو موثق يعني للمغيبين هذول اللي جيبوا محمد معينات وكل هذه، لا الخداع هذا ما عاد ينطلع على العراقيين ولا على العالم هذا كله. نعم. وإن شاء الله قادرين إن شاء الله العراقيين برجولتهم وقوتهم وقدرة الله معهم أنهم يدحرون كل اعتداء عليهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا جزيلا. أبو مروة من كربلاء تفضل. السيد أبو مروة من كربلاء. نعم أخي، شكرا جزيلا، تحية لكم والقناتكم كريمة. حياك الله أخي. إحنا مواطنين. نعم. اليوم 24 سنة راح يصير وإحنا بهذه المهزلة. إحنا بنمر بحالة مهزلة، ومن أقول كلمة مهزلة مو لقى مثال. نعم. فعلا عايشين بمهزلة. يكفي يا حكومة العراق أن يبقى العراق تايه بيد كل من هب ودب. كانت التدخلات مباشرة وغير مباشرة بالوضع السياسي، واليوم أصبح اللعب على المكشوف، أصبحت الصواريخ تنبعث من هنا وهناك، أصبح العراق ساحة صراع، والصواريخ التي أطلقت من إيران هي صواريخ باعتبارها على وهذه صواريخ أخضر. نحن أمام أي موقف من أي دولة مجاورة نطالب الحكومة العراقية بموقف. لما هذا الحكي نحكي إحنا مو سياسيين، إحنا مواطنين نسكن في هذه الرقعة من العراق، فيكفي العراق يصير مكفخة بوجودكم. طيب هاي صواريخ، هاي هذا مو لعب. لذلك ما لسوا اللجان التحقيقية، هاي اللجان التحقيقية كانت هنا للاستهلاك المحلي. اليوم اللعب اللعب صار على المكشوف ضرب، يعني بعد الصواريخ لا سمح الله لنكون احنا في سيناريو اوكرانيا ثانية لربما لا سمح الله. وين جيشنا؟ وين قواتنا الامنية؟ يا قائد العام للقوات المسلحة، انت مسؤول، انت اقسمت على الدست، انت اقسمت يمين ان انت رئيس الجمهورية ان تحافظون على 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 سيادة هذا البلد وحدوده وارضه وشعبه. وين صار القسم مالكم؟ ذول اللي حلفوا اللي حلفوا واقسموا. ابو مروة تسمعني؟ نعم. حضرتك دا تقول انه يجون يقسمون بالله وبأيمانات المسلمين وبالقرآن الكريم ان هم يدافعون عن البلد ارضا وشعبا وسماء وغيرها من هذه الوعود. نعم. وهذه نعم. وهذا القسم. طيب 18 سنة واحنا داخلين على العام 19، كل سنة يحلفون ويقسمون. نعم. ولم يحققوا شيئا للشعب العراقي. ذول اليوم قادرين على الوقوف بوجه الأخطار الإيرانية، وكل دولة تنظر إلى العراق بعين طامعة بهذا البلد وشعبه. اليوم احنا لما ايران قصفت واستدعت الخارجيه او استدعت الخارجيه الحكوميه بالعراق السفير الايراني ايرج مسجدي، انطته مذكره احتجاج. ايران تضربنا بصواريخ باليستيه، احنا ننطيهم مذكره احتجاج نرد عليهم. ورا ما طلع السفير الايراني من الخارجيه العراقيه، وقف على المنصه الاعلاميه والقى خطاب المضمون مالته حنكرر اللي سويناه مرة ثانية. ووراها قبل شوية اليوم الحرس الثوري الإيراني على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال سنكرر مرة أخرى إذا ثبت أن هناك مقرات وغيرها. وين التعامل دولة بدولة أو دولة لدولة؟ وين الأسلوب الدبلوماسي؟ هل أبداً هذه أصلاً أبداً هل هذه دولة تعترف بها إيران أصلاً؟ واضحة. احنا كشعب فاهمين الوضع كل زين. نعم. احنا كشعب فاهمين، وهم الدول المجاورة اخي تعرف من الموجود بالعراق. هذا نتاج امريكا، هذا تحقيق الاحتلال الامريكي. هذا هو الاحتلال الامريكي لما تصنع حكومة مختصة واليوم كلها تدق على المكاسب والمغانم وعافوا العراق. والله العظيم
المسؤولين عن حماية العراق. ترى هذا الكلام مطلق استهتار، هذا مواطن عراقي أحب وطني. أنا ما عندي هم ورا يومين ثلاثة أحط جو أبطي وأشرد من هذا البلد، لا لا أبدا. أنا ابن هذا البلد وعندي أجيال وعندي أحفاد، فلذلك هاي وصف عارض جديد كل من يسكت أمام هذا الاعتداء. فطالب الحكومة العراقية منا رسالة إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس الجمهورية، أنتم محاسبين أمام التاريخ. ترى العراق إذا صار علي شيء أنتم محاسبين، وقد يصل الحساب إلى الخيانة العظمى. طيب. أشكرك يا أبو مروة، أشكرك يا أبو مروة، شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا أسامة من كركوك، تفضل يا أسامة. السيد أسامة من كركوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ محمد صحيح. حياك الله يا أسامة، كل الهلا. أشكرك وأشكر القائمين على القناة وعلى البرنامج. الله يسلمك. أشكرك. بالنسبة للموضوع حلقتكم حول قصف أربيل صواريخ إيرانية. نعم. إيران طبعا تقصف، لأن العراق ما به حكومة ولا به من يرجع أي عدوان خارجي سواء من إيران أو غير إيران. والتهمة يقول لك انه مقرات للموساد الاسرائيلي. نعم. انا ما ابرر الاكراد انه ما عندهم علاقه، الاكراد عندهم علاقات اسرائيل. لا لا ما حد يقدر ينكر هذا الشيء. وخير دليل انه زوجة طالباني وزيرة خارجية امريكا، العفو، الكيان الاسرائيلي صور وعلاقات وطيدة يا استاذ محمد. لكن هذا ما يبرر انه ايران تقصف جزء من ارض العراق. الخلل مو بإيران ولا بإسرائيل، الخلل بالحكومة العراقية اللي خلوا العراق من أفشل الدول، من يعني من أسقط الدول، من أضعف الدول. أنت تعرف الضعيف ما حد يحترمه. يعني أيام زمان كان العراق من العراق يحضر مؤتمر إلى وزنه وقيمته. أنا اليوم 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 أريد أسأل. طبعا اللي تفضلت به حضرتك صحيح، ولا يخلو العراق من المؤامرات والخيانة والتطبيع، هذا الموضوع موجود وواضح طبعا للجميع. لكن أنا أريد أسأل، الأحزاب اللي دا تحكم العراق اليوم، الأحزاب اللي كل واحد منهم تاريخه أسود لكن حاط وراء العلم العراقي اليوم، من يجي يتكلم يجي يتكلم بالوطنية والسيادة، ذولا وينهم عن الرد على إيران؟ لا يعني أنا بصراحة اتصفحت المواقع المتعلقة بهم، صفحاتهم الشخصية، حساباتهم، مواقعهم الإلكترونية، ما حد منهم كلف نفسه يستنكر اللي سوته إيران، الهجوم الإيراني والقصف على أربيل، بل حتى بعضهم سخر قنوات الفضائية تبرر القصف الإيراني وتوجه كاميراتها وتوجه هجومها وأسلحتها على تركيا وعلى السعودية وعلى غيرها من هذه الدول. إيران ما بقى أحد بالكرة الأرضية ما يعرف أن إيران محتلة العراق. تصريحات المسؤولين الإيرانيين والقيادات العسكرية مالتهم تكفي أنه الواحد من ذولا الموجودين من الأحزاب يخجل على نفسه ويطلع مدافع عن العراق وشعب العراق. لا، ولكن ما حد منهم يتدخل، ولا أحد حتى أثار هذا الموضوع وأثار غضبه وحفيظته وسبب له إحراج على الأقل. لا، الموضوع عندهم جدا طبيعي. معقولة ذولا اللي يدعون الوطنية هيجي لعد شون يريدون يبنون عراق؟ الو، استاذ محمد وياك. استاذ محمد، ما يبنون بلد ذولا المسؤولين العراقيين. اني انت عايش بالخارج وما جاي تشوف اللي نشوفه. كل مسؤول عراقي، كل نائب عراقي هو لازم ياخذ الموافقه من السفير الايران حتى يصير نائب ويعلن وراءه، حتى اذا يحكي ايران هذا هيك حكي روتيني مو يعني يؤخذ به، يعني مثل ما يقول مرخوص له. اي انا ما ارد يعني ما شاغلني ومهتم للقصف الايراني لان العراق مستباح، بس اللي شاغلني اليوم الحكومه الروسيه استبدلوا 9 جنود روس يم اوكرانيين مقابل شخصيه اوكرانيين بادلهم ما صار لشهر. انا اسال النواب السنه هسه حاليا ذول القسم يمين المناطقهم، يلا تطالبوا بالمحتقلين، قانون العفو العام، الناس اللي فينحضر المقاريد اللي قاعد يعني وليدهم صار لهم 4 أو 5 سنوات ما شايفينهم بالسجون، ليش يعني ليش نايمين وصامتين صمت القبور؟ نعم. انا بس اريد اسال يعني هاي الناس الابرياء اللي بالسجون، يعني روسيا خلال ما صار شهر من الهجوم الروسي على اوكرانيا بدلوا اسرى. نعم. هاي الدوله اللي تستحق واحد يقفلها ويخلي لها تحيه. طيب. يعني بينما احنا صرنا كنا صار 10 سنوات و12 سنه وما صارت قاضي.
يعني وين العداله يا استاذ محمد؟ وين وين ذول المسؤولين؟ وين الخنجر؟ وين الحلبوسي؟ وين المطلق؟ وذول اللي صدعوا روسنا والمظلوميه والمناطق المحرره يرجعون المحرره، ليش يكذبون علينا؟ وانا اشكرك واشكر البرنامج. شكرا شكرا جزيلا سيد اسامه من كركوك. سؤال طرح في احدى القنوات الفضائيه لمحلل سياسي ايراني، سأل مقدم البرنامج او المذيع وقتها انه أليس من حق العراق أن يقصف المواقع التي تحتضن فيها إيران قيادات القاعدة وداعش في إيران؟ فطبعا رد علي المحلل السياسي الإيراني، ولأنه لا يعلم رد علي قال لمين جايب هاي المعلومات ومن هذا الكلام. طبعا حقيقة لم يأتي رد من الجهة المقابلة لهذا المحلل السياسي، احنا حنجيب الرد الآن. تقرير الأمم المتحدة بحسب وكالة Associated Press، تقرير من قبل خبراء أعده خبراء في الأمم المتحدة، يتحدث عن تمكين إيران لقيادات القاعدة وداعش في إيران، تمكينهم ودعمهم ماديا وبالسلاح وإنشاء مجمعات سكنية لاحتضانهم وتغذيتهم وتقويتهم، وإيران تسعى إلى لملمة شتات قيادات داعش وأفراد داعش من أجل إعادة تنظيم صفوفهم مرة أخرى لزجهم في معارك، تكون هي في المقابل تظهر نفسها أنها الطرف الذي يدافع عن المنطقة. إيران ترعى قيادات القاعدة وداعش وأفرادهما بواسطة حزب الله اللبناني والميليشيات الموجودة في العراق وسوريا الولائية التابعة لهؤلاء، الذين وثبت طبعا في أخبار سابقة أكدنا لحضراتكم ومقاطع مصورة، ثبت عمليات النقل لأفراد وقيادات داعش من وإلى العراق وسوريا وإخراجهم على الحدود وغيرها، وهذا الموضوع مفضوح للجميع وحضراتكم تعرفوا. إذن الرد على هذا الخبير، على هذا المحلل السياسي الإيراني، هو تقرير عده خبراء الأمم المتحدة، خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن إيران تدعم قيادات القاعدة وتمكنهم لتقويتهم وتعيد الآن لملمة شتات داعش من أجل زجه ربما في مشاريع مستقبلية. طبعا السؤال أيضا كان فيه أنه لو العراق استخدم نفس الأسلوب الإيراني وذهب لقصف المناطق التي تتواجد فيها هذه التنظيمات المتطرفة، أليس من حقه يتبع نفس الأسلوب؟ الرد الإيراني إجا من هذا المحلل السياسي أنه لا، العراق إذا يريد يسوي هيك لازم يتبع الطرق الدبلوماسية. ليش لعد إيران لم تتبع الطرق الدبلوماسية؟ لماذا لم تسمح هذه الأحزاب الموجودة والحكومات لإيران باستخدام الطرق الدبلوماسية فقط وتركتها تفعل ما تريد في العراق؟ أم حيدر من بغداد، تفضل يا أم حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بس يعني انتوا قلتوا على الصواريخ، زين احنا بدنا نعرف ايران ينقتلون 2 جنرالات ايرانيين بسوريا، ترجع على العراق تضرب ليش؟ ينقتل لعنة الله علي سليماني تضرب العراق، يعني بس قادره على العراق؟ نعم. ما قادره على تضربهم غير مكان الا بالعراق. نعم. الو وياك يا ام حيدر. وياك ام حيدر، هسه عوفينا، ايران سوت اللي ام حيدر تسمعيني؟ سيدة أم حيدر. نعم سمعت أستاذي قلته؟ أي نعم سمعت، بس أريد أسأل حضرتك، هسه إيران تباوع لنا أنه إحنا تباوع للعراق أنه هو محافظة إيرانية، نعم. بلد تابع، بلد ضعيف وما تعتبر له أي اعتبار، لكن ما تحط له أي اعتبار، لكن ذولا اللي دي يحكمون العراق اليوم باسم حكومة وأحزاب وقوات أمنية، ذولا شنو دورهم؟ ألو. إذا يا أم حيدر تسمعيني؟ داد الشارع العراقي كل أنا عايشة بنصه، يقولون هذول بيول عملاء، هذول إيرانيين، هذول خونة، هذول مو من عندنا، كلهم اليوم يقولون كل الشارع العراقي. أنا عايشة بنصهم العراقيين، وأحكي وياهم، أصعد ويسايق التاكسي بالباص، أصعد وأسمع الناس رأيها، الناس ملت منهم، تكرههم بس تريد تخلص منهم. شكرا يا أم حيدر من بغداد. علاء من البصرة، تفضل يا علاء. تحية لك وللكادر، ربي يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك يا علاء، حياك الله. أستاذ محمد، هو وين أكو سيادة بالعراق؟ العراق مو ضعيف، بس هم مضعفينه.
وثاني شيء احنا ما لنا علاقه بالبرزاني، هو البرزاني عميل الامريكا واسرائيل هاي منتهين من العزل. بس هي الدوله، هي الدوله مخترقه من قبل دول الجوار. اذا تريد عندك اياهم دوله دوله والمتابعين ولا حزب. وثاني شيء تقول، تقول القاعده، انا شفت بعيني النظام السوري، المخابرات السوريه كانت تشرف على القاعده بصراحه، اقول لك تعرف داعش، داعش كانت موله تركيا وقطر والداخل العراقي، كل ياك صريح انا ما الف ادور وهاي. بس هو قلت على اللي يحلف بالقران ويبوق الناس، هاي الناس الفقراء والناس الجوعان، يتبرع لفلسطين 7 مليارات، يتبرع للبنان، يتبرع ما ادري وين، والشعب كاتل الجوع ينطي له 100,000 ولمن ينطيه؟ يعطيه للموظف والمتقاعد وبالرعايه، زين، وهذا الفقير العاطل عن العمل. هذول بلد سياده وداعتك هسه يعني شنو يردون على ايران؟ شو يسوون لايران؟ شنو شو يسوون لايران يعني؟ شو يسووا لها يعني؟ العراق ضعيف، هم ضعفين، هاي الاحزاب السنيه والشيعيه والكرديه، هؤلاء العملاء ما يريدون العراق ان يكون قوي. ما يريد، اتحداهم اذا ردوا على ايران، زين الاسرائيليين يقصفون جماعه ايران السورية، احنا مالتنا. اتحدى ايران وتحدى الخامنائي يطلق صاروخ واحد على اسرائيل، اتحداه، بس قادر على اربيل وقادر على بغداد وقادر على المتظاهرين ان يقتلهم وغيره. هؤلاء واللي يروج لهم قنوات الاحزاب. عندي سؤال الحضر. نعم ابو جاد. الاحزاب اللي موجوده بالعراق عندها اذرع مسلحه، وهاي الاذرع منضويه ضمن ما يسمى بالحشد الشعبي، تمام؟ اللي هم يسمون نفسهم اللي هم يسمون نفسهم حماة الوطن والاعراض. طيب هسه اليوم جت دوله معتديه اطلقت صواريخ، وهو وفق القانون الدولي اعلان حاله حرب، حاله حرب بين دولتين. هذه الميليشيات اللي تحمل السلاح اللي ينصرف عليها من ميزانيه الدوله اللي مخصص لها بقد ما مخصص لوزارة التجارة، والعراق ما عنده حصة تموينية، هذه الميليشيات وينها بالدفاع عن العراق ضد الخطر الإيراني؟ أبو جاسم إذا هي خل نفرز بين الحشد الشعبي اللي انطى دمه لأجل العراق ويدافع، وأكو حشد حر وأكو حشد تابع مثل العصائب، بدر، حزب الله، ثار الله، بقية الله، هذول تابعين ولايين لإيران. لا تعب روحك يعني. بس أسألك سؤال ابو جاسم، هذولي الجزء من عندهم ذول الفصائل الولائيه اللي انضموا للحشد، يعني يردون على ايران؟ هم ايرانيين، شلون يردون على ايران؟ ما اعرف يعني ابو جاسم. ما اعرف. هم ايرانيين، يقول لك احنا ايرانيين، هذا ابو حزب الله. هاي النظره، هاي النظره اللي حضرتك تتكلم بها كانوا يا ايران سيد علاء. هاي النظره يعرفها الجميع اللي يعتقدون انه الحشد دافع فعلا عن العراق، عندهم هذا النظره، عندهم هذا الفصل ما بين هاي الميليشيات وما بين اللي تطوعوا في سبيل ان هم يحمون البلد. الشعب العراقي عنده فصل، الشعب العراقي واعي ومن الشرفاء واعين ويعرفون يفصلون بين الحشد الشعبي اللي انقدم لاجل العراق وبين الفصائل الولائيه اللي 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 نهبت المناطق الغربيه بنوب وبغداد، فارزين عن هذا ويعرفون كل زين. والناس واعيه، بس احنا نريد يعني المخلص من هؤلاء الفسد الظلمة ماكو يعني. اتمنى اتمنى يجينا واحد شريف. وهذول كلهم ينتون الاحزاب السنيه والشيعيه والكرديه كلهم عملاء وخونه ولا يستحقون ان يكونوا الحاكم للعراق. تحياتي. شكرا جزيلا لحضرتك سيد علاء من البصره، انا اشكرك للمشاركه حقيقه. هذا هذه الاصوات مثل السيد علاء من البصره، الاصوات الواعيه فعلا التي تستطيع التمييز، التي تقول الكلمه الحقيقه وتأتي بالأمثلة وتأتي بالأدلة وتعرف إيش ده تقول، ويعني بني ما لديه بناء على فهم، على إدراك، على وعي. بس عندي فقط يعني ملاحظة بسيطة على اللي تفضل به سيد علاء من البصرة، وباقي الكلام أنا ما عندي أي تعليق عليه. ذكر الدول التي جاءت بداعش والتي دعمت داعش. نور المالكي في فترة حكومته الثانية قال بأنه نظام بشار الأسد مصدر للإرهاب، مصدر لداعش، هو الذي يرعى تنظيم داعش في سوريا، وهو الذي صدر هذا الخطر الإرهابي إلى العراق. هذا نور المالكي بلسانه بحديثه قبل أن يتحول إلى نور المالكي الذي يدعم بشار الأسد والذي يستقتل من أجل بقاء هذا النظام. لكن الباقي اللي تفضلت به أنا ما عندي عليه أي تعليق. ويانا آخر متصل السيد أبو تبارك، تفضل يا أبو تبارك. السيد ابو تبارك، هلو، تفضل حياك الله. نص صوت التلفزيون لو سمحت واسمعني من الهاتف فقط.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو تبارك، كل الهلا. شنو الموضوع مالك؟ والله يا أبو تبارك الموضوع عن القصف الإيراني على العراق، وإحنا نسأل اليوم منو اللي يقدر يحمي العراقيين إذا الحكومة ساكتة وتتفرج؟ يا حكومة أبو محمد، وين أبو جاسم؟ وين أكو حكومة؟ يا حكومة تحامي العراق، تدافع العراق. نعم نعم. ماكو حكومة؟ اي ماكو حكومة، وين؟ قل لي الحكومة شنو؟ يا حكومة هاي. نعم. كان الله بالعون يا أبو تبارك، الله يعين العراقيين، شلون حتمشي وياهم السنين في ظل هذه الحكومة اللي لا حفظت للناس لا كرامة ولا سيادة ولا هيبة لهذه الدولة؟ أنا لا كرامة ولا سيادة ولا هيبة للعراق كله، وشان العراق قبل من يقدر يتجاوز كلام يسولف على العراق. نعم أبو تبارك، أنا أشكر حضرتك، كنت معنا من الأنبار وأعتذر منك، الوقت انتهى. نقرأ فيما تبقى من لحظات الرسائل الواردة. أحمد من مصر يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، بالنسبة للقصف الإيراني لمنطقة أربيل الكردية بالصواريخ الكيان الصهيوني معروف مكانه، لأن العراق ليس له سيادة ولا هيبة منذ 2003. أخوكم أحمد من مصر. شكرا يا أحمد. رسالة من أحد المشاركين: أخي الكريم، العراق أصبح ملعب الخنازير. ماذا أفتهم شنو باقي الرسالة هاي؟ شكرا جزيلا. رسالة من أحد المشاركين يقول: أستاذ محمد، العراق والجناح الشرقي للوطن أصبح تحت ضربات إيران وأمريكا والصهيونية وكل من حكومة العراق، والحكم السوري والحوثيين هم أداة تنفيذية للصهيونية والإيرانية والأمريكية في ضرب سكان أي منطقة. إذا كان في العراق كما أن اليهود موجودين في الشمال ورأيتهم بأم عيني، ضرب الحوثيين للسعودية والإمارات تم بالاتفاق الأمريكي الحوثي عن طريق المساعدات الأمريكية، توجد مختبرات نشر جرثومة لنشر الأمراض. يعني حقيقة أنا ما أفهم شوية الرسائل المكتوب. يعني عموما أشكرك، شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.